يحتفلون بمدرسة بكري حمد بشرية بهذه المناسبة، مناسبة يوم المعلم. أود في البداية أن أشكر السيد المدير الفاضل وطاقمه الإداري والتربوي لمدرسة بكري أحمد على هذه الالتفاتة تجاه أبائنا المتقاعدين، وأيضا تجاه أيضا موظفي قطاع التربية في مؤسسة بكري أحمد بالمشرية. تأت مدرسة الشهيد بكري أحمد أن تبجل وتكرم من أفنوا حياتهم في مجال ومسيرة التربية والتعليم، سواء من قضوا ربما او احيلوا على التقاعد او من ما زالوا في المسيره. اذا كان لنا شرف حضور سيد مدير التربيه في هذا اليوم المبارك وتكريم ابائنا واخواننا وزملائنا. لا يا لا مفاجاه والله، كرمونا الله يكرمهم، فرحونا الله يفرحهم، وحاجه روعه. وان شاء الله هذا المجمع سعيد ومن البلاد بعيد ان شاء الله، والله يخلف الله يخلف الله يخلف كل كما راكم، الله يخلف عليكم وستقعدوا والديكم، والله يحفظكم.